ساعات بنحتار في حياتنا عشان نوصف حالة عايشينها أو ذكرى، ساعات بنسرح بخيالنا هنكون عاملين إزاي بكرة، ونفضل ندور وسط الحروف والكلمات عشان نوصل بيها فكرة. حكايتي كانت مع كيان صعب توصفه بأغاني زي بتاعت حمزة نمر. أول كلمة اتقالت لما اجتمعنا إننا مش تيم، لأ إحنا أسرة، كانت بدايتنا أنا فلان الفلاني، تشرفنا وبعد 40 يوم ما بقاش فيها ولا فلان ولا فلاني، بقينا عشرة. تلاقي في عين كل واحد فينا حب وحلم وانتماء مش مجرد مشاكل، ضحك ولعب وهزار وتصك. لو لسه معرفتش أنا بتكلم عن مين ياريت أصك أصك أصك. Alvarium, where elegance meets fire.